كما عبر ممثل الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب خلال احتفالية مكتب شؤون القبائل بأسوان باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر عن تقديرهم للقوات المسلحة المصرية الباسلة وللشعب المصري العظيم بمناسبة هذه الذكرى الغالية والعزيزة والتي تكاتف فيها الشعب المصري بكل فئاته حول قواته المسلحة لتحقيق النصر العظيم. نتابع المزيد في تقرير الزميل أنس النمر. أكد ممثل الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والشخصيات العامة بأسوان خلال احتفال مكتب شؤون القبائل بأسوان باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكدوا أن انتصارات أكتوبر أعطت دروسا يحتذى بها في فنون الحرب والمعارك وبراعة التخطيط الاستراتيجي، وأن جيش مصر العظيم أظهر في هذه الحرب قدرته على الردع وحماية الوطن، وقدموا في كلماتهم التهنئة للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. بقول مبروك لشعب مصر كله، ربنا يبارك في جيشنا العظيم، درعنا وقوتنا، ربنا يحفظهم خير أجناد الأرض. النهاردة بنحتفل بالعيد 50 وبنقول لشعب مصر كله افتخر أن عندك جيش زي جيش مصر. رسالة النهاردة اللي تحب توجهها من خلال هذه الاحتفالية؟ أن ربنا يديم علينا الأمن والأمان تحت قيادة رشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يحفظ مصر قيادة وشعب ومؤسسات، وربنا يبارك لنا في جيشنا وشرطتنا لأنه هم الأساس، المؤسسات الأساسية اللي هي ركائز الدولة المصرية. احتفال نفتخر بالجيش المصري ومرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة، ووجودنا كأسرة أسوانية في ضيافة شؤون القبائل والمخابرات العسكرية ده شيء اتعودنا عليه ومبسوطين جدا ان احنا متواجد. فأنا يوم الفخر، أنا يوم العاشر من رمضان ويوم 6 أكتوبر ده يوم الفخر للمصريين، نفتخر بجيشنا، نفتخر بقياداتنا، نفتخر برموزنا. ومن هذا المنطلق أنا بوجه نداء شخصي لكل مصري محب لهذا الوطن أن نلتف كلنا حوالين الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن بالفعل المرحلة القادمة مرحلة حساسة جدا، ويجب أن نتكاتف وراء هذا الرجل اللي خلال 9 سنوات نقل مصر نقلة كبيرة جدا في مسافة، يعني هناك مسافة كبيرة بيننا وبين دول الشرق الأوسط، سواء كان تسليح، سواء كان بنية تحتية، سواء 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 حط زي ما انت عايز تحط، كفاية انه هو حر الإرادة. هو طبعا اكتوبر حاجة مش عادية. انا كتبت قصيدة هقولها، بقول 6 اكتوبر يوم ما يتنسيش، هو السبب ان احنا رافعين روسنا لفوق وقادرين نعيش. في 6 اكتوبر خلصت حكاية وابتدت حكاية، أصل الحكاية مع الأرازل ما بتنتهيش. جينا في يناير غموا العيون، غموا القلوب قبل العيون، فتحوا السجون خربوا البلد. أصل الحكاية لا عايزين نفوق ولا عايزين نعيش، بس مين اللي يقدر يمنع المصري إنه يعيش؟ بس مين ده اللي يقدر يكسمك يا مصر؟ بس مين ده اللي يقدر يكسمك يا مصر وفيك جيش لا بينكسر ولا بينتنيش؟ حاسديننا ليه على اللي جاي؟ حاسديننا ليه على اللي جاي بعد اللي راح؟ واللي راح ما بيتنسيش. تحيا مصر، تحيا مصر، كلمة بدم الشهيد حفرناها. تحيا مصر، كلمة بدم الشهيد حفرناها على جبالك يا سينا، طرح ضي من أسوان للعريش. العيد 50 في حد ذاته شيء يعني رقم للكمال، تكتمل الاحتفالات وتكتمل عدة 50 سنة، نفضل كل سنة يعني نشعر بانتصاراتنا. يعني السنة دي سنة مميزة لأن احنا بنعيش جمهورية جديدة مع الاحتفالات بال50، وال50 ده رقم من أرقام الكمال يعني، فتكتمل الفرحة بانتصارات أكتوبر بالجمهورية الجديدة اللي احنا بنعيش فيها بشكل جديد لشكل آخر من أشكال الحياة. بنبتدي مرحلة جديدة إن شاء الله، مرحلة من إن شاء الله ربنا يعدي الأيام القادمة بخير وسلام، بالاختيارات الشعب كله بيلتف حوالين رئيس يقود مصر كلها لسلسلة انتصارات. احنا انتصرنا في أكتوبر، احنا
قدامنا مرحلة ان احنا احتياج لانتصارات اكبر، هي الانتصارات اللي احنا هننتصر فيها على كل القوة الشر والتحديات اللي بتواجهنا من برا. الجمهورية الجديدة هتنتصر على كل اعداء الخير، على كل اعداء السلام والامان اللي بتستمتع بمصر، على كل ان احنا دائما دولة قائدة لكل المنطقة. كل من يحاول ان هو يتصور ولو للحظة يرجع بالتاريخ 50 ورا يشوف انتصارات اكتوبر، يعرف ان القادم للجمهورية الجديدة اعظم واعظم. مصر ستظل عظيمة وتحيا مصر. بقول في هذه الذكرى الجميلة والملحمة التاريخية، ملحمة العزة والكرامة، وبوجه رسالة للقائد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقول له كل سنة وحضرتك طيب، وبقول لكل الشعب المصري كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الذكرى الجميلة العطرة على قلوبنا جميعا. النهاردة بنشارك القبائل العربية الفرحة والانتصار برغم مرور 50 سنة، إلا الفرحة بداخلنا زي ما هي وبتكبر كل يوم عن يوم بمناسبة الذكرى الجميلة لانتصارات أكتوبر. وبنقول للشعب المصري يا رب يعود علينا الأيام بخير. الشعب المصري الطيب الجميل صاحب الانتصارات صاحب كل ما هو جميل. دي ذكرى طيبة بالنسبة للمصريين في قلوبنا، يعني 6 أكتوبر النهاردة 50 سنة. ال50 سنة يعني تحولت فيها مصر من وإلى، من كنا فين وبقينا فين، يعني ما شاء الله. وأولا بنشكر السيد المحافظ اللواء أشرف عطية، وبقول له كل سنة وأنت طيب. احنا ملتمسين كقبائل عبابدة في أسوان وفي البحر الأحمر المجهود اللي بتقوم بيشون القبائل، ودي حاجة بنعتز بها لأنه ملتمسين إنه الخير قادم. في البداية كل سنة وكلنا طيبين وأهل مصر طيبين وبخير وسعادة يا رب. طبعا السنة دي سنة مميزة، النصر بعد مرور 50 سنة على هذا النصر العظيم حرب أكتوبر اللي كان يعني حاجة مشرفة لتاريخ مصر، وكلنا بنعتز بيها وكلنا بنفتخر بيها. عاشت مصر، عاش الدم المصري الحلو الجميل اللي كلنا الحمد لله محظوظين ان احنا من اهل وشعب مصر. كل سنة وكلنا طيبين ومصر حبيبتنا بخير والف سلامة يا رب، واهلها بالف خير يا رب. تابع لكم احتفال مكتب شؤون القبائل بأسوان باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. أنس النمر، القناة 8.